يا ماما انا اتعقدت، انا حاسس ان انا عمري ما هتجوز في حياتي. روح الوضع اللي انا فيه شويه بقى. وضع ايه وبتاع ايه؟ ما انت على طول كده. هو في حاجه اتغيرت؟ وبعدين انا حاطه لك مبلغ معتبر بحسابك في البنك بديت جوازك، مش هنصرف منك زي ما انت عايز. كويس والله ان انت جيتي، على الاقل تفتحي لي الباب. البنت سامح بتجنني عشان تفتح الباب. تجننت؟ عايزنا نتاجر في الاسر يا ابني؟ اللي تحبس في حاجه زي دي؟ عارفه ان الجرح اللي لسه معلم في ايدك ده اثر يوم ما وقعت من على المرجحه في بيت جدتك؟ يا نهار اسود. في ايه يا ابني؟ الحيره دي مدام فريده. ايه ده؟ دي ام حازم. يالا تخيل. كده حلوت خالص يا صاحبي. صور بسرعه. اصور طبعا. الدواء ده احد انواع ادويه منع الحمل، ودواء فعال جدا. صباح الخير يا حسن. صباح النور يا هانم. اتفضل يا فندم. حضرتك هنروح الشركة الأول ولا نروح مشوار تاني؟ المكتب على طول يا حسن. حاضر يا فندم. أخبار زيارتك الليلة لرياض الفولي إيه يا جميل؟ مرة تانية برضو الصدفة، كنت أنا وهو في طريقنا، شفنا خطوة حلوة 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 بيا وبالتاني. عليك يا جو. أزامين ده مريم بس. إيه ده مريم؟ مش وقت خلاص. اليوم متعب. خلصوا. بصراحة أنا هكدب عليك. خلصوا. أصل جو بيزهق بسرعة مريم. في مريم. لقيته جنبي ومهوش جنبي. تنترى بنتن مريم عايزة ايه؟ ما انا قلت لك يا حبيبتي والله العظيم هما يومين وخلصوا. يا مريم افضل احكي في الموضوع ده كتير؟ اجيب حد يقول لك يعني؟ الو الو يا مريم. ما تستهبلش يا يوسف. يا حبيبتي انت فين؟ انت هنا هنا يا بنت اللذينة. ده انا ما كنتش برد عليكي. ده انت قصد بقى ما تردش؟ انا خالص بالعكس، ده انت وحشاني جدا. ده انا مبسوطه. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي اتفضلي. ازاي بس بتقولي كده؟ يوسف انت ما تردش عليا ليه؟ ولا حاجه، مشغول بس. يعني مشغول بس مش اكتر يا مريم. ايوه مشغول في ايه يعني؟ شغل زي ما انت شايفه، شغل كتير وعندي فرح اخويا بكره، فيعني مشغول خالص. معلش انا اسف يا حبيبتي، انا اسف، ما تزعليش. يوسف انا عايز اعرف انت بتعمل فيا كده ليه؟ انت عليت صوتك يا مريم واحنا في مكان شغل، فمش هينفع انك تعلي صوتك، ولازم تتكلمي بالراحه وبهدوء. وبعدين سالتيني في ايه؟ قلت لك مشغول. في حاجه تاني؟ يوسف انا مش قصدي اعلي صوتي عليك. هو انا ما وحشتكش؟ لا وحشتيني يا حبيبتي، بس يعني زي ما بقول لك عندي شغل ومشغول مش اكتر. يعني الشغل حيشني عنك، بس يعني هعمل ايه يعني؟ مش هنسهر مع بعض النهارده؟ النهارده؟ لا مش هينفع النهارده. اصل انا مسافر. انا ما قلتلكيش انا مسافر. مسافر. مسافر؟ والله؟ اه
مسافر. مسافر رايح فين يا يوسف؟ مسافر بعيد، مسافر الصين. اه الصين، مسافر الصين بعيدة، مسافر الصين، عندي معرض هناك. وهتقعد قد ايه يا يوسف؟ شوفي انت بقى، الصين وبعيدة بقى، بقعد اسبوع في الطيارة رايح واسبوع جاي، وهقعد لي اسبوعين هناك، يعني شهر كده شهرين، يعني ربنا يسهل، ادعي لي ارجع بالسلامة بس. وان شاء الله مسافر امتى بقى؟ مسافر بكرة، مسافر بكرة على طول، على طول. اه مسافر بكرة يا يوسف؟ ده اللي هو فرح اخوك اصلا بكره. اه هو فرح اخويا بكره. اه وانا مسافر بكره، ما انا كل حاجه اعملها بكره، هخلص الفرح واطلع على المطار على طول، الاثنين جنب بعض، خلص الفرح ومسافر على طول باذن الله. طب مش تعزمني يوسف على فرح اخوك؟ انت جايه على الله. لا ما مش هينفع اعزمك زي ما تقول كده، بس الموضوع عاملينه على الضيق، ده ما كانوش يعزموني انا شخصيا، بس عشان اخوه فعزموني. بص اقول لك على حاجه مهمه جدا يا مريم. بص يا حبيبتي، انا هسافر بالظبط يعني زي ما تقولي كده، اسبوع رايح واسبوع جاي واسبوعين هناك، يعني شهر بالظبط، شهر واكون هنا. فانا عايزك بقى في خلال الشهر ده يا حبيبتي ايه، تخلي بالك من نفسك جدا، لان انت امانه، وبعدين انت اللي زيك مش موجود، انت عمره نادره، فلازم تخلي بالك من نفسك لغايه ما اجي. شهر بالظبط، اول ما اجي هكلمك على طول. ماشي يلا يا حبيبتي بقى، عشان عندي مشاوير ولازم امشي حالا. قريت الرساله اللي انا بعتها لك؟ شفت؟ هيكون مين غيره؟ هو في حد شافني عندك غير اشرف؟ اشرف هيعمل معاكي كده ليه؟ طيب ممكن تبعتي لي الرقم اللي بعتت منه رساله وانا هعرف مين؟ فريده من فضلك ما تكبريش الموضوع، الموضوع في الاخر هيطلع حيف جدا. على فكره دي مش اخلاق اشرف. مالك؟ انا اللي يهمني انك تخرجي من الحاله اللي انت فيها دي. انا عارف طبعا ان الحزن صعب، انا نفسي مريت بتجربه قبل كده، السبب كان مختلف اه، بس الحزن هو هو. بس الحمد لله ربنا انعم علينا بنعمه اسمها النسيان. مع الوقت نبتدي ننسى اي حاجه بتزعلنا، تصغر 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 في دماغنا لحد ما بننساها خالص. بس اهم حاجه لازم نبقى اقوياء ونساعد نفسنا على كده. أنا معاك، بس أنت عارف أنا ماما كانت بالنسبة لي إيه؟ عارف، بس عارف كمان أنت كنت بالنسبة لها إيه؟ والدتك الله يرحمها كانت بتعشق تشوف ضحكتك.
اكيد بقى وهي مش موجوده يهمها برضو انك تكوني مبسوطه. عندك حق، بس ساعات الواحد الحزن بيغلبه ما بيبقاش بمزاجه. وبعدين معاك يا ملك، ما احنا بنقول ايه دلوقتي؟ بنقول لازم نكون اقوياء ونساعد نفسنا. ما تسيبيش نفسك للحزن، لو سيبتي نفسك للحزن هتغرقي فيه وعمرك ما هتطلعي منه. طلعي نفسك باي حاجه، بشغلك. انتي مش كان ليكي اسم ووضع كدكتوره امراض نساء في بيروت؟ ورينا الهمه بقى، حققي الاسم والوضع ده هنا في مصر. ما تصورش كلامك ده ريحني قد ايه. على فكره انت المفروض يعني تفتح هذا نفسيه جنب عياده الاسنان. تصدقي والله فكره، هو الواحد يكسب اكتر حد. اوعدك يا سيدي اكون اول زبون، اقعد لك على الشزلون واحكي لك كل حاجه عني من وانا صغير. ده على اساس ان انا ما اعرفش عنك كل حاجه. يا ملك انا اعرف عنك كل حاجه من وانت عيله صغيره اصلا. صحيح انك من ساعه ما روحتي بيروت انت ووالدتك الله يرحمها انا مقصر معاكوا شويه ومش متابع اخباركم، بس ملحوقه. قولي قولي الاكل حلو قوي. مساء الخير يا فريده هاني. مساء الخير يا عصمت. اول مره ما تتجمعوش على الغدا. معلش يا عصمت، النهارده اجازه عشان ظروف فرح حازم. الف الف مبروك، ربنا يتمم بخير ان شاء الله. ربنا يبارك فيكي. ما تأمرنيش بأي حاجة. يا ريت بقى تعملي لي فنجان قهوة مظبوط. بس كده؟ من عينيا الاتنين. مفيش حد هنا ولا إيه؟ مفيش غير الأستاذ أشرف وفوق في أوضته. أوكي. أوكي. البيت فتح على ايه؟ طب يا حبيبي مع السلامة دلوقتي. باي. ايه ده؟ كنتوا فين يا ولاد؟ انتوا خرجتوا مع بعض ولا ايه؟ لا يا ماما، اتقابلنا عند البيت. ايه اخبارك ايه يا ست الكل؟ الحمد لله كويس، يعني لا جديد. وايه الشنط دي؟ انتوا كنتوا بتعملوا شوبينج ولا ايه؟ لا يا طنط، هو بس خالد اشترى لي فستان عشان احضر بيه فرح فاطيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايه يا حبيبي؟ انت كويس؟ مالها فراوله من عزال فل هو زي قرد قدامك كمان. انت سخن ولا حاجه؟ سخن سخن يا خالد اللي بتقوله ده. طب وانا جاي بدري ليه؟ هو متعود يجي متاخر يا طنط ولا ايه؟ هو عمرنا ما شفناه بالليل. ملك اوعى تصدقي الكلام اللي بيقوله عليا ده. ملك انا كتير بكون نايم في اوضتي اوضتك انت، وكتير بكون نايم في اوضتي وبشخر من بدري، هما بيحسبوا ان انا ما رجعتش، لكن انا بجد حد ملتزم جدا. دلوقتي بس امنت ان الإحساس بالظلم هو اللي وراء قيام الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية؟ تحديداً. ما شاء الله، مع إنك طول عمرك بتسقط في التاريخ. حي يا ماما، البي حاسس بالظلم. إيه يا عم خالد، يعني إيه المشكلة لما أحس بالظلم؟ عم؟ حد يقول لأخوه دكتور السنان الكبير يا عم؟ بالسمة، دي لهجة ولا طريقة مهندس ديكور محترم وابن ناس؟ حتى أنت فراولة، ده أنا بقول مانيش في البيت ده غيرك. كمان انت بتظلميني. انا ظالمه يا ولد؟ لا يا ست الكل، ظلمه ايه؟ اعوذ بالله، انت فوق راسي من فوق. ما هي الضربه ما بتجيش غير من اقرب الناس. صعبت علي. لا كمان يا حبيبي.
يا أشرف مالك؟ في إيه؟ تقدري تفهميني إيه ده؟ إيه الدواء ده؟ أنت هتستعبطي ولا هتستهبلي؟ إزاي تكلمني كده؟ ما أنا عايزاني أكلمك إزاي يا بنت الحسب والنسب؟ أنت اللي طول الفترة اللي فاتت بتتحاكي على جوزك وبتاخدي من وراه حبوب منع الحمل. أنت إزاي تفتش في حاجتي؟ ما فتشتش في حاجتي، بس ربنا كان رايد يكشفك. أنا عايز أعرف حاجة واحدة، أنت اتجوزتيني ليه؟ الموضوع ملوش علاقة بيك يا أشرف. أنا مش عايزة أخلف. وأنا طرطور يا ست هانم، أنت إزاي ما ترجعليش في قرار زي ده؟ بعدين إحنا متفقين من قبل ما نتجوز إن إحنا هنخلف على طول، وأنت عارفة إن أنا نفسي في حتة عيل. وشغلي تعمل فيه إيه؟ ملعون أبو شغلك على الجزمة القديمة. لا أنت زودتها أوي على فكرة. أنت كمان ليكي أنت علي صوتك. إيه يا ولاد في إيه؟ لو سمحت يا مدام فريدة، أنا مش عايز حد يدخل بيني وبين مراتي. إيه ده يا أشرف؟ انت ازاي بتكلم ماما بالطريقه دي؟ انت مش عارف اختك عملت ايه؟ طب اهدى يا اشرف بس، تعالى معايا بره انا وخالد. مش رايح في حته يا يوسف. تعالى بس ما تعشقش كده، تعالى بس. تعالى تعالى، ايه الموضوع؟ عادي. تعالى يا اخي هدي نفسك، ما ينفعش اللي بتعمله ده. اروى بتحبك يا اخي، انا هكلمك بصراحه. اروى زي ما هي اختي، انت صاحبي وحبيبي. اروى ما تقصدش اي حاجه من في دماغك ده، هي كل اللي بتفكر فيه شغلها. انت عارف شغلها هي بتحبه قد ايه؟ شغلها بقى لو هي بقت حامل هيعملوا فيها ايه؟ يا اما هيرفدوها يا اما هيحولوها مضيفه ارضيه، وحاجه زي دي ممكن تموتها. خالد عنده حق. اشرف، مراتك بتحبك وبتموت فيك، ما تصغرش دماغك. وبعدين يا اخي انا شغلي علمني ان انا ما ابص لحاجه ابص لها من كل الزوايا. حط نفسك مكانها، شوف هي بتفكر ازاي، تعرف الموضوع موضوع شغل مش اكتر. انت ناسي يا ام فرحكم عملت ايه؟ كانت خايفه اي صوره تطلع لاي مجله، كل ده ليه؟ عشان شغلها مش اكتر يا اشرف. قرار مصيري زي ده كان لازم ناخده سوا. انا مش عايش معاها زي الاطرش في الزفه. اللي هي عملته ده خلى 100 وسواس يجي في دماغي. انا شكيت في نفسي ان انا ما بخلفش، ورحت عملت 100 تحليل وزفت على دماغها. يا اشرف انت عندك حق في كل اللي بتقوله، ومش معنى ان احنا بنقوله ان هي مش غلطانه، لا غلطانه وليها احسان معايا، لكن انا بس بفسر لك هي عملت كده ليه. صح يا اشرف، ما تخربش بيتك على كلام فاضي. المواضيع ما بتاخدش قفش كده يا جدع، اهدى كده. بعدين يا عم ده مشكله هبله جدا. حلها بسيط، حب اللي هي بتاخدها توقفها وكل حاجه ترجع زي الاول، ويبقى عندك بيبي واثنين وثلاثه وعشره. وبعدين يا عم لو زعلان على الفترة اللي فاتت اللي كانت بينكوا، اعتبرها فترة سكون وراحة. وبعدين يعني اللي متجوزين ومخلفين ما تشوف العيال بيعملوا فيهم ايه؟ قوم يا بابا وديه المدرسة، وعيل يسخن ويجري على المستشفى ويجري على الصيدلية. بهدلة يا أشرف، يعني أنت مش شايف الناس المتجوزين ومخلفين طالع عينيهم ازاي؟ يا جماعة أنتوا مش حاسين بيا، أنا حاسس إن أنا دايماً في آخر اهتمامات أروى. لا اسمح لي يا أشرف، أنت كده أنت اللي بتكبر المواضيع. استنى يا دكتور والنبي، أنا الموضوع ده يخصني شوية، تخصصي أنت عارف يعني. لو أنت حاسس بالإحساس ده يبقى العيب عندك أنت يا معلم. ازاي يعني؟ اي واحده في الدنيا اشرف ليها مفاتيح، وانت لو عرفت مفاتيحها هتخليها زي الخاتم في صباعك. الموضوع بس محتاج تقعد مع اخوك كده قاعده ولا اتنين، اديك شويه خبرات من خبراتي كده للتعامل مع الجنس الناعم، وهم عايزين الجنس الاخر اللي هو احنا يعني. لا طبعا غلطانه الستين غلطانه، ما هو مش قرارك لوحدك، ده قرار جوزك كمان. يا بنتي الصراحه مفيش احسن منها. لما انت مش عايزه تخلفي كان لازم تقعدي معاه وتتفقوا على المدة اللي هو يقدر يتحملها من غير أطفال. لو كنت عملتي كده ما كانش حصلت المشكلة دي، لكن انت خبيتي عليه وخبيتي علينا وما خدتيش رأي حد، واخدتي قرارك لوحدك ونفذتيه في السر، وهو اكتشف الموضوع ومنظرك قدامه بقى زبالة. يا ماما يا ماما، أنا لو كنت قلت له من الأول أكيد ما كانش هيوافق، وانت عارفة أنا قد إيه بحب شغلي ومش عايزة أضحي بيه عشان أي حد. أنا طول عمري كنت بحلم أبقى مضيفة. وهو عارف وموقفك بقى أسوأ ومسك عليكي حاجة، إيه الحل بقى؟ بقولك إيه يا ماما؟ هيعمل إيه يعني؟ هيطلقني؟ يلا 60,000 سلامة. إيه اللي أنتِ بتقوليه ده؟ لا ما نبقاش غلطانين وكمان بنتكلم، وبعدين إحنا عندنا في العيلة مفيش حاجة اسمها طلاق وكلام فارغ من ده. جوزك ما غلطش يا أروى، أنتِ ما تربيتيش على كده، تبقي غلطانة وكمان بتتكلمي، إيه البجعة دي؟ الكراسي والنور، الفراشة يعني الفراشة. أيوة، والفرقة. والفرقة ماشي خلاص. والترط. حاضر. الحلويات. حاضر. تتمم عليهم. والعصاير. والعصاير ماشي. انتوا قاعدين هنا وسايبين الدنيا والعة فوق. ايه في حريقة؟ حريقة ايه بس يا عم عبدو؟ امال في ايه يا بنت تكلمني؟ في خناقة كبيرة قوي بين الست أروى وجوزها، وصوتهم عالي جدا، شكلهم هيتطلقوا النهاردة. يا ساتر يا رب. طب وانت مالك؟ انت مالك بتتصنطي ليه على داخليات الناس؟ انت تحب الناس تعرف كل اسرارك؟ ما تردي.
أكيد لا يا ست عصمت. يبقى خلاص، اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على الناس. وبعدين الناس بتعاملك أحسن معاملة، وبتأكلك أحسن أكل، وبتشربك أحسن شرب. ليه تقطعي عيشك بإيدك؟ يا ست عصمت ملهاش لازمة المحاضرة الطويلة العريضة دي، أنا ما عملتش حاجة لكل ده. وبعدين حضرتك فاهمة غلط، أنا لا تصنت ولا تنيلت، هم اللي صوتهم جايب لحد آخر الشارع. برضو وانت مالك انت، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. وبعدين تعالي انت، ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ مش عندنا فرح بكره وشغل متلتل؟ طب ما حضرتك وعم عبده يعني صحيين لحد دلوقتي؟ برضو وانت مالك، صحيين ولا مش صحيين؟ انت تسمعي الكلام وخلاص، فاهمه ولا لا؟ يلا روحي نام. حاضر. يلا. ايه البت دي؟ يا ساتر يا رب، شغل تلميع الأكر ده يا عم عبده. معلش معلش، بنت فظيعة. معلش يا صغيرة. يا ساتر. معلش معلش معلش، احنا وصلنا لحد فين؟ الترط والحلويات والعصاير. خلاص ادي خمس. معقولة يا أمي؟ صدق الله العظيم. معقولة يا حبيبتي؟ دموعك الغالية دي تنزل وأنا عايش على وش الدنيا؟ ما هو الحمل بقى لي كتير أوي حبيبي. يا أمي، يا أمي ما تحمليش هم وخليه على الله، ربنا عمره ما هينسانا، ده اسمه الكريم الودود. ونعم بالله يا حبيبي. اوعديني يا أمي، دموعك دي ما تنزلش تاني. حاضر يا حبيبي. بقول لك أخوك رجع من بره. لا يا أمي، حسام ده تنسيه النهارده خالص، مع حازم يا ستي، حفل توديع عزوبية قال. أنا يخليك يا أمي. بعدين تعالى هنا يا عم اشرف، لما اكتشفت الحوار ده ما جيتش قلت لنا انا وخالد ليه؟ يا ابني انت ناسي انك صاحبنا من قبل ما تتجوز اختنا؟ وبعدين انت مجربنا انا وخالد مليون مره قبل كده في حواراتك بينك وبين اروى، لما بتبقى اروى غلطانه بنعمل ايه؟ بنقف في ظهرك. يا ابني دي بتشك فيها انا وخالد ان احنا مش اخواتها بسببك، على طول واقفين في صفك. علشان احنا دايما بنقف مع الحق وانت عارف كده. لو هي غلطانه بنقول لها، ولو انت غلطان هنطلع عينيك. وانا يا سيدي موافقك، اغلب الوقت بتبقى غلطتها هي. اه تمام. عشان كده بتقنعوني دلوقتي ان انا اقوم اصالحها. انا بصراحه مش قادر افهم المنطق اللي انتوا بتتكلموا بيه. لا انت مش قادر تفهم الستات يا اشرف، الستات نقطه ضعفها ودنها، اديها كلام حلو تجيبها لمسه اكتاف على طول. انت مش بتشوف الناس اللي متجوزه بتثبت مراتها ازاي بالكلام؟ هو الصح يعني ان انا ابقى مسهوك مع مراتي فيها؟ هو انت هتقفش هتبقى مسهوك؟ ما تخليك معتدل يا اخي وتخليك في النص. اخليك معتدل يا بص يا اشرف، بص الستات دي عامله زي الميه، هتسخنها هتلسعك، تديها كلام حلو سلام، تبرد على حياتك كده وتخلي حياتك كلها عسل. احنا مش قد لسعتهم عم اشرف. وبعدين يا سيدي ليك عندي، انا همنع اروى انها تاخد حبوب منع الحمل دي خالص لحد ما تقعد انت وهي وتتفقوا انتوا عايزين تعملوا ايه وعايزين تخلفوا امتى كمان. وانا لسه هستنى لما انت تمنعها. وبعدين انا بصراحه مش مقتنع بحكايه ان انا اقوم اصالحها. لا هتقتنع يا اشرف، عشان احنا قعدنا معاك احنا الاثنين وفهمناك كل حاجه، وكمان انت غلطت فيها جامد. اتفضل يلا عشان تصالح. شفش دماغك بقى يا جدع بقى. يلا
يلا عشان تصالح مراتك، صلي على النبي. اتفضل يا سي اشرف. اتفضلي يا اروى، جوزك جاي يصالحك. اروى أنا آسفة. ألو يا ست سهيلة، عندي ليكي أخبار زي الفل. البيت بعيد عنك قايد نار، الست أروى هي وجوزها بيتخانقوا خناقة رب السما، شكلهم كده هيطلقوا النهاردة. ماشي حاضر، مع السلامة. انت ليه جايبني هنا؟ مش الموضوع خلص؟ انا جايبك عشان الكلام اللي عايزه اقوله لك ما ينفعش اقوله لك قدام حد، وخصوصا ماما. ليه؟ من غير ليه يا أروى؟ حبيبتي انا اخوك الكبير، يعني انت عارفه قد ايه انا بحبك وبخاف عليكي ويهمني مصلحتك وسعادتك. اسوأ حاجه في الدنيا على كرامه الراجل لما يعرف ان مراته مخبيه عنه حاجه، وخصوصا لو حاجه كبيره زي اللي خبيتيه على اشرف. اصل الموضوع مش كده. لو سمحتي يا أروى سيبيني اخلص كلامي للاخر. لما الراجل يعرف ان مراته مخبيه عنه حاجه زي اللي خبيتيها دي تعتبر خيانه. انت على فكره مكبر الموضوع قوي. الموضوع اصلا كبير بس انت مش واخده بالك. انا كنت قاعد في الاوضه دي بحاول اقنع جوزك انه يلم الموضوع ويصالحي، وانا نفسي مش مقتنع بولا كلمه من اللي بقوله. انا عارفه كويس انت ليه بتقول الكلام ده، عشان قصتك القديمه مش كده؟ انت اتعبطتي يا أروى ولا ايه؟ هو انت بتغلطي في جوزك وبعد كده بتغلطي في اخوكي الكبير؟ خالد انت ازاي تتكلمي بالطريقه دي؟ عشان انت مش فاهمه اي حاجه وبتكبري في الغلط. ايه ده اللي انت عملتيه ده؟ كان هيخرب بيتك. بيتي يتخرب؟ لا طبعا ما كانش قصدي. انت عندك حق يا خالد، انا اسف. انت كده ابتديتي تحسي بحجم الغلطه اللي عملتيها، واسفه دي ما تقولهاليش انا. دلوقتي المفروض تصلحي امورك مع جوزك، ومن هنا ورايح يا أروى تفهمي اللي هقولهولك ده كويس قوي. أي حاجة هتفكروا فيها في حياتكم لازم تفكروا فيها مع بعض، وأي قرار لما يتاخد تاخدوه مع بعض مش من دماغك. واحمدي ربنا إن أشرف جوزك بيحبك وابن ناس ومحترم وشريكي، وإلا عمره ما كان هيقتنع أبدا إنه يجي يصالحك ويعتذر لك بنفسه. فاهمة؟ الو ايه يا عمرو؟ خير؟ ايه بتقول؟ ايه امتى ده؟ ماما ماما اصحي. ايه في ايه؟ بقولك ايه، حازم تعبان قوي ونقلوه المستشفى. نهار اسود، وحصل له حاجه؟ اوفر دوز، ابوك شرب كميه كبيره من كحول المخدرات. يعني حالته خطيره يا دكتور؟ ان شاء الله خير، بس انا مضطر ابلغ البوليس. ايه؟ اهدي اهدي يا حبيبتي، روحي انت عشان تطمني على حازم وانا هكلم الدكتور. روحي يا حبيبتي ما تقلقيش. يا دكتور بعد اذن حضرتك، لو ينفع بس ناجل موضوع البوليس ده على الاقل لحد ما والدتي تطمن على حازم. اديك شايف حالتها عامله ازاي. خير يا فريد؟ ايه الاخبار يا طنط؟ ما عنديش اي اخبار. ما تقلقوش يا جماعه، حازم بقى كويس الحمد لله. طب انا عايز اشوف. ممنوع الزياره. ازاي بس يا ماما؟ انا عايز اشوف اخويا. ايه ده يا يوسف؟ قلت لك حازم كويس. بس ما حدش هيقدر يشوفه قبل 24 ساعه. بس للاسف بقى هنضطر ناجل الفرح.